ومادة الحاسب الآلي. هنستكمل النهاردة برنامج الفوتوشوب. زي ما احنا قلنا السنة الدراسية بتاعتنا بتنقسم إلى جزئين، الجزء الأول فيه بندرس برنامج الأكسس وخدناه معانا، والجزء الثاني اللي هو برنامج الفوتوشوب. زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ حلقتنا بناخد مراجعة سريعة على الحلقة اللي فاتت. تعالوا نفتكر مع بعض خدنا إيه الحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت خدنا قلنا ازاي بنرسم الاشكال الجاهزة عندي واقدر اعمل عن طريق الادوات اللي موجودة في الفوتوشوب، وخدنا برضو ازاي بقدر اكتب نص واعمل له التأثيرات اللي انا عايزها. وبعد ما درسنا الاجزاء دي خدنا برضو ازاي بنشئ الطبقات. ايه هي الطبقات layers دي نفتكر مع بعض؟ قلنا ان برنامج الفوتوشوب بيتميز بحاجة اسمها layers او الطبقات. الطبقات دي ببساطة قلنا ان هي ليه بستخدمها؟ ان انا لو عايز اعمل تصميم مثلا اقدر احط كل شكل او كل جزء بعمله في التصميم في طبقة لوحده. ليه؟ طيب عشان اقدر اتحكم فيه على حدة. ازاي اقدر اعمله تأثير لوحده؟ وليكن انا كاتب عامل نص في طبقة لوحدها غير طبقة الباك جراوند، اقدر اتحكم في النص، اعمله تأثير، اعمله ظل، اقدر اغير لونه، اعمله اي اعدادات بدون ما يتأثر على باقي الطبقات. وقلنا بعد كده حاجة اسمها الفلاتر، والفلاتر دي موجودة في البرنامج، في فلاتر موجودة افتراضية في البرنامج، وفي فلاتر بقدر انزلها من على الانترنت. فايدتها ايه؟ برضو بتضيف لي تأثيرات جمالية على النص او على التصميم ككل. زي ايه؟ زي وليكن انا عندي صورة اقدر اخليها كأنها مرسومة برسم على سكتش عن طريق الفلاتر الموجودة على الجهاز، واقدر برضو اضيف فلير او اشعات او اي تأثير جمالي على التصميم. وبعد كده خدنا مراجعة سريعة على الفوتوشوب. تعالوا نشوف حلقتنا النهاردة هتتكلم عن ايه. هناخد النهاردة مع بعض اول حاجة ازاي بيتم اضافة اطار للصورة. اهو الصورة دي اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت، عايز اضيف لها اطار او برواز كده. هجيب من Edit واختار Stroke. طيب Stroke مش متنشطة معايا او مش ظاهرة ليه؟ ببساطة عشان اللاير هنا اللي هي الباكجراوند عليها رمز القفل مقفولة. هضغط عليها دبل كليك على اللاير وهقول له اوكي من المربع الحواري اللي هيظهر. تفك القفل كده اقدر اتحكم اهو. لو ضغطت على Edit هلاقي Stroke ظهرت معايا، هضغط عليها هيظهر المربع الحواري ده في العرض بتاع الحدود او الاطار اللي هعمله، وليكن هخليه 50 بكسل، واللون اهو اللون الاخضر اللي معايا، او اغير اللون اللي انا عايزه. وبعد كده اقدر اخلي اللوكيشن بتاعه هل هو من الداخل او الخارج او المنتصف، هخليه انسايد للداخل واقول له اوكي. هلاقي الاطار اترسم في الصوره زي ما احنا شايفين مع بعض. يبقى كده احنا عملنا اطار. اقدر اعمل اي اطار لاي صورة معايا، وليكن انا عايز اعمل برواز، عايز اعمل رسم او سكتش، اقدر اعمل له اطار ولاي تصميم عندي. تعالوا نشوف مع بعض هناخد ايه تاني. ازاي بيتم التعامل مع الصور؟ اول حاجة عندي من قائمة فايل وهضغط اوبن عشان افتح تصميم اهو، او كنترول او زي ما قلنا من الكيبورد، وهختار الصورة اللي انا عايز افتحها على البرنامج وليكن الصورة دي اهي. عايز احددها اهو، ضغطت بأداة التحديد وحددت زي ما احنا شايفين، واقدر الغي التحديد من قائمة سيلكت واقول له دي سيلكت، او من الكيبورد كنترول وحرف الدي. لازم نعرف اكتر من طريقة. بعد ما حددت التحديد اللي في الصورة اقدر الغيه زي ما قلنا بكنترول وحرف الدي. هقدر اعمل برضو اي تأثير على الصورة من قائمة فلتر زي ما احنا خدناها المرة اللي فاتت، واقدر اضيف عليها من ريندر هختار لينز فلير اهو، هضيف زي اشعة شمس كده او نور او شعاع فوق، وعندي الجزء بتاع المعاينة اهو ظاهر. اقدر احرك النقطة من علامة الزائد دي واسحبها في المكان اللي انا عايزه واقول له اوكي. هلاقيه الشعاع ظاهر معايا فوق وكأن شعاع شمس او ظاهر معايا هنا في الجزء الشمال.
بعد كده اقدر اضيف فلاتر تانية من قائمة فلتر، واقدر اختار من البيكسلات هنا، اقدر اضيف وليكن التأثير ده هيتطبق على الصورة معايا اهو، واقدر اغير من التأثيرات اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت الجزء ده من فلتر، واقدر اختار الجزء ده لو عايز اعمل اي تأثير تاني اهو، بيجيب لي في الجزء اللي موجود على الشمال المعاينة بريفيو، هضغط اوكي لو عايز اطبق التأثير هيتطبق على الصورة. دي كانت ازاي بقدر اتعامل مع الصور او التصميمات، ازاي بضيف لها اي تأثيرات عن طريق الفلاتر. اقدر زي ما احنا شفنا ازاي بضيف فلير او شعاع عن طريق الفلاتر. تعالوا نشوف مع بعض هناخد ايه تاني النهاردة. ازاي بيتم تركيب الصور، وده طبعا من مميزات الفوتوشوب، اهم عنصر احنا بنستخدم فيه البرنامج. تعالوا نشوف بعمل الجزء ده ازاي. عندي الصورة دي وليكن من فايل، واختار اوبن، وزي ما قلنا اختصارها كنترول و او، وليكن هختار اي صورة من صور الطيارات اللي عندي هنا اهي، وليكن الصورة رقم 17، اضغط عليها ضغطتين شمال او ضغطة واحدة واقول له اوبن، ظهرت معايا الصورة بالشكل اللي عندي ده اهو مفتوحة معايا. هقدر اجيب الاداة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت اللي هي اداة الممحاة او الاستيكة، هختار اخر حاجة الاداة الماجيك ريزر تول، هضغط عليها. تعالوا نشوف الاداة دي بتعمل ايه اهو، لو ضغطت هنا مسح لي الجزء، بتمسح اللي هم الدرجات اللونية اللي هم قريبين من بعض، زي ما احنا شايفين كل ما اضغط ضغطة بيمسح لي الدرجات اللي هي القريبة من بعض بانتظام اهو زي ما احنا شايفين. طبعا في اكتر من طريقة، بس احنا بنبدأ بالطرق اللي هي البسيطة الاول، وبعد كده لما نتقدم ان شاء الله نقدر نعمل اي حاجة. هجيب الاداة اللي هي من كليك يمين واختار اول اداة اهو، عشان امسح بقى الاجزاء اللي ما اتمسحتش معايا من المرة اللي فاتت اهو، وبالراحة كده وببساطة اقدر امسح اي جزء موجود في الصورة كده. ببساطة انا عملت ايه؟ عملت عزلت الصورة بتاع الطيارة عن الخلفية اللي موجودة معاها، بقت مفرغة. وبعد كده هجيب اداة الموف تول او اختصارها من لوحة المفاتيح او الكيبورد عندي حرف الفي، وهضغط كليك شمال واسحب لغاية ما افتح، اقف على الصورة دي وافتحها، وهضغط واسيب ايدي من على الماوس هتضاف الصورة معايا على الصورة الاصلية. كده احنا دمجنا صورتين مع بعض اهو. الصوره طبعا هحاول اغير ابعادها، بضغط عليها واضغط كنترول وحرف التي عشان اغير في الابعاد بتاعتها اهو، عشان اغير في الابعاد المتوازنه بضغط شيفت واسحب عشان اصغر الصوره، يعني على الاقل الابعاد تبقى متناسقه شويه اهو. وبعد كده خلصت الادخال عندي والتعديلات، اقدر ادوس على علامه الصح الموجوده فوق معايا. بعد كده عايز اعمل لها دوران او التفاف، بضغط كليك يمين عليها واختار روتيت 180 درجه عندي اهو عشان اعمل لها دوران، واقدر اتحكم في الصوره اللي قدامي دي عن طريق زي ما احنا قلنا، اقدر اعمل لها دوران او احركها يمين او شمال. ضغطت كليك يمين وعملت لها روتيت اهو، اتلفت معايا. اقدر اعمل لها دوران تاني كليك يمين برضو، وهخليها فليب هوريزونتال اهو. لو نلاحظ هنلاقي اتجاه الطيارة اتغير معايا، وهضغط على صح عشان يقبل التغيير. اقدر اضغط على الت واسحب اعمل لي نسخة تاني من الصورة، يبقى من هنا اقدر اعمل نسخة من اي جزء او اي لاير، بضغط على الت واسحب بكليك شمال اهو، واقدر اتحكم بالدوران من النقط اللي موجودة فوق في النص او تحت في النص لغاية ما الاقي السهم مايل، واقدر اعمل لها روتيت برضو بنفس الطريقه زي ما احنا قلنا اهو الدوران للصوره. يبقى من هنا نقدر نقول ان انا اقدر اركب اكتر من صوره في تصميم واحد. عايز الغيها بضغط عليها واضغط على ديليت من الكيبورد، واقدر اتحكم في الطبقه بتاع اللي انا ضايف عليها الطياره اهو، اقدر احركها يمين وشمال اهو، ضاف لي اللاير 1 والباك جراوند. لاير 1 عليها الصوره اللي انا ضفتها بتاع الطياره، والباك جراوند الصوره الاصليه. من هنا زي ما قلنا ان انا اقدر اعمل تركيب لاكتر من صورة او تصميم مع بعض،
عايز اضيف صورتين ثلاثة اكتر من صورة وهكذا، اقدر اضيف لوجو، اقدر اضيف اي نص، اقدر اضيف اي تأثير، هضيفه ببساطة جدا على التصميم. تعالوا نشوف هناخد ايه تاني النهاردة. بعد ما خلصنا الجزئية اللي هي بتاع تركيب الصور، تعالوا نشوف بقى شوية تدريبات عشان نثبت اكتر المعلومة. اول تدريب عندي، التدريب بيقول لي المطلوب جعل صورة العالم المصري أحمد زويل باللون الأبيض والأسود، يعني الصورة ملونة هخليها أبيض وأسود. تعال نشوف هعمل الكلام ده إزاي ببساطة على الجهاز. يا ريت نركز مع بعض ونطبق واحدة واحدة اللي بناخده. من فايل وهقول له أوبن، وهختار الصورة أهو، هضغط عليها وأقول له أوبن، فتحت معايا الصورة بالألوان زي ما أنتم شايفين. عايز اخلي الصورة عندي ابيض واسود، بختار من قائمة image واختار adjustments اهو، واختار منها black and white. الصورة هتتحول للون الابيض واسود، اقدر اتحكم برضو هنا في الدرجات والابعاد. اضغط اوكي عشان يتطبق التأثير عندي. ياريت نطبق مع بعض كل جزء بناخده. تعالوا نشوف التدريب اللي بعده. التدريب بيقول لي قم بتغيير لون الوردة من اللون الأصفر إلى اللون الفوشيا. برضو أقدر أغير الألوان زي ما قلنا. تعالوا نشوف مع بعض. هفتح صورة الوردة عندي من فايل وأوبن، هختار الصورة وليكن الصورة دي، هضغط عليها دبل كليك شمال، ظهرت معايا بالمنظر ده. الوردة لونها أصفر، عايز أحول اللون الأصفر ده للون الماجنتا أو الفوشيا. هضغط على الفرشة وهختار اللون اهو الفوشيا، ظهر معايا تحت، وهختار من المود هنا من الخصائص بتاع الفرشه، هختار الكالر. اتاكد ان انا من هنا عند المود واخترت الكالر، وبعد كده هسحب اهو بكليك شمال واضغط على اللون الاصفر. زي ما احنا شايفين مع بعض اللون بيتغير معايا للون الفوشيا. تمام، زي ما احنا شايفين ببساطة قدرنا نغير ونتحكم في أي لون من الصورة. وليكن عندي لون أحمر، أقدر أخليه أي لون أو أي درجة تاني عندي ببساطة جدا عن طريق الفرشة زي ما احنا خدنا مع بعض. ياريت أي جزء بناخده في مع بعض بعد كده نطبقه مع بعض في البيت أو في المدرسة، وأي جزء حابين تسألوا فيه أنا معاكم إن شاء الله، وهجاوب على أي سؤال تسألوني بإذن الله. تعالوا نشوف مع بعض بعد كده هناخد إيه. التدريب اللي بعده، عايز الصورة اللي قدامي دي فيها إصابة، عايز أشيل الإصابة اللي في الصورة عندي لتظهر في الصورة اللي جنبيها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. هعمل الكلام ده إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. نضيف الصورة الأول اللي عايز أعدل فيها من فايل وأوبن، وهختار الصورة أهو، الصورة دي اتضافت معايا. طيب عايز اكبر الصوره عشان اقدر اتحكم فيها اكتر، بضغط على الت وبالبكره او السكرول بار اضغط لفوق عشان يكبر معايا الصوره. طيب الجزء اللي فيه اصابه اهو زي ما احنا شايفين، هناخد اكتر من طريقه واحده واحده مع بعض كده نركز. هختار الكليك يمين واختار اول اداه اهو، سبوت هيلينج براش تول، هضغط عليها وهضغط، هستمر بالضغط كليك شمال واضغط واسحب اهو. زي ما احنا شايفين الجزء بيبدأ يتشال معايا، هخلي ايدي بسيطة جدا كده واحدة واحدة لغاية ما ايه يتشال معايا على الصورة دي. اول طريقة. طيب تعالوا نشوف الطريقة التانية. بضغط على الهيستوري اهو، هرجع تاني للصورة الاصلية، ضغطت عليها الصورة الاصلية اهي. طيب تعالوا نشوف طريقة تانية. الطريقة التانية برضو بضغط على نفس الاداة كليك يمين واختار منها هيلينج براش تول، تاني اداة، واقف عند الجزء القريب من الاصابه عندي هنا اهو، واضغط عليه، واضغط على الت واضغط ضغطه واسحب بقى برضو اهو، بياخد لي من الجزء اللي انا ضغطته وبيعدل لي برضو نفس الطريقه بس بالاداه الثانيه. زي ما احنا شايفين مع بعض افضل اسحب كده بكليك شمال لغايه ما تختفي الاصابه معايا في الصوره. تمام، وبعد كده تعالوا نشوف الطريقة الثالثة.
احنا بنعرف اكتر من طريقه عشان نقدر نمرن نفسنا على اي طريقه اقدر اشتغل بيها. رجعت الصوره الاصليه اهو، وهضغط كليك يمين على الاداه عشان تظهر لي الادوات اللي هي اداه باتش تول، هختار عليها اضغط عليها اهو. الاداه دي ببساطه اهو بحدد الاصابه، بضغط كليك شمال وافضل اسحب اسحب، بحدد الاصابه اللي موجوده عندي اهو، وهسحب بكليك شمال على الجزء اللي مفهوش اصابه، وهسيب ايدي من على الماوس اهو غير الجزء وبقى متغير. طيب عايز في اجزاء ظاهره لسه معايا، هحددها برضو واسحب الجزء ده، برضو هحدده كده وهسحب على جزء مفهوش اي اصابه، وهشيل التحديد بكنترول وحرف الدي زي ما قلنا. كده خدنا اكتر من طريقه زي ما احنا شايفين ازاي بعدل على اي اصابه موجوده في الصوره باكتر من طريقه. وكذلك برضو لو انا عندي اي حبوب، اي اجزاء مش حابب اظهرها في الصوره، اقدر اغيرها باكتر من طريقه زي ما احنا شفنا ازاي عن طريق اداه الهيلينج براش تول. تعالوا نشوف مع بعض هندرس ايه تاني النهارده. تدريب بيقول لي المطلوب تحويل صورة من ثابتة إلى متحركة. طيب عندي صورة ثابتة عايز أخليها متحركة، أقدر أعمل الكلام ده بالفوتوشوب؟ أيوة أقدر. تعالوا نشوف مع بعض هعمل الكلام ده إزاي. الصورة هفتحها أهو وليكن فايل أوبن، هضيف صورة فيها أهو فيها بحر أو مية عشان أقدر أضيف عليها عنصر حركي زي ما احنا شايفين الجزء اللي تحت ده عايزه وليكن بيتحرك يظهر في الصورة متحركة. طيب هعمل ايه مع بعض واحدة واحدة. هختار اداة البرش الفرشة هضغط عليها، وبعد كده هضغط تحت عند الجزء ده زي ما احنا شايفين اللي هو تحت الالوان في شريط الادوات، وهضغط عليه وهسحب هضيف الجزء، هفضل اسحب لغاية مظهر الجزء ده كده اهو اللي انا عايز يظهر معايا في الحركة او عايز اضيف له عنصر حركي اهو. بعد كده هعمل ايه؟ هضغط عليها ضغطه ثانيه حدد لي الجزء اللي فوق. طب انا عايز اعكس التحديد اللي تحت، مش عايز احدد اللي فوق، انا عايز اعكس الجزء اللي انا اختار الجزء اللي تحت. هعمل ايه؟ من قائمه سيلكت وهختار انفرس، عمل لي ايه؟ عكس لي التحديد، خلى لي التحديد اللي تحت. طيب بعد كده الجزء اللي تحت ده هعمل فيه ايه؟ نركز مع بعض. هضغط اهو على لاير، ومن لاير هقول له نيو لاير بيا كوبي، هعمل نسخه من اللاير او اختصارها على طول كنترول وحرف الجي من الكيبورد، عمل لي نسخه تانية من اللاير بالجزء اللي انا محدده تحت. طيب بعد كده هضغط على كرييت فيديو تايم لاين اللي هو الحركه عشان اضيف الحركه عليها. لو مش موجود من ويندو ببساطة أي عنصر أو أي لوحة مش ظاهرة من ويندو هختار تايم لاين، طالما قدامها صح كده يبقى ظاهرة معايا في البرنامج. هضغط على كرييت فيديو تايم لاين، ظهر لي الشريط اللي هو اللي تحت ده. هقدر هضغط بعد كده على اللاير اللي أنا ضفتها كليك يمين واختار كونفيرت تو سمارت أوبجكت، هحولها إلى عنصر أو كائن أهو. بعد كده عندي من اللاير اللي على الشمال تحت أهي هضغط على السهم اللي موجود على شمالها، ظهر لي حاجه اسمها ترانسفورم اللي حركه، هضغط على النقطه او الدايره اللي جنبيها دي، ضغطت عليها ضغطه عمل لي نقطه هنا موجوده، هحرك التايم لاين اهو لغايه وليكن هنا، ده قدامي الثواني اللي هيتم تحريك فيها الصوره. وبعد كده هعمل ايه؟ هضغط على كنترول وتي من الكيبورد عشان يعمل لي فري ترانسفورم اداه التحديد الحر، وهضغط واسحب عشان يحدد لي يكبر لي الصوره بتاع اللاير عشان يحركها لي، وهضغط على صح. بعد كده هنرجع الشريط ورا خالص وهضغط على البلاي اهو سهم، هلاقي الصوره بتتحرك معايا الميه من تحت كأن الصوره متحركه. يبقى صورة ثابتة حولتها من ثابتة إلى متحركة. أقدر أضغط دي بكليك شمال وأسحب وليكن لغاية الجزء ده، وهرجعها تاني من الأول، وأقدر أعمل بلاي عشان أشوف أي تغيير هيحصل في الصورة. بعد كده عايز أحفظ الصورة من فايل وسيف فور ويب، أو اختصارها Alt Shift Ctrl S من الكيبورد. وأهو الصيغة صيغة GIF، وإحنا قلنا الصيغة دي
بتتميز بالصور المتحركه، بتحفظ لي الصور المتحركه، وبضغط سيف وهسمي اسم الملف من هنا، وهختار اللوكيشن اللي انا عايز احفظ عليه الملف وهقول له سيف، بيتحفظ معايا بصيغه الجي اي اف. طيب تعالوا نشوف مع بعض الصوره بعد ما اتحفظت، نشغلها مع بعض ونشوف هتتحرك معايا. اهو محفوظه بصيغه الجي اي اف زي ما قلنا، الصيغه دي بتدعم الصور المتحركه، ضغطت عليها وشغلتها زي ما انتم شايفين الصوره بقت متحركه، واقدر اتحكم في عدد الثواني زي ما انا عايز من التايم لاين. يبقى احنا كده اقدر احول اي صوره انا عايزها اضيف لها عنصر حركي، واحنا اخترنا الصوره اللي فيها عنصر الميه عشان الميه اقدر اتحرك، اقدر اضيف له عنصر متحرك داخل الصوره. تعالوا نشوف مع بعض التدريب اللي جاي ايه. التدريب اللي بعده يا ريت نركز فيه لانه هياخد مننا وقت شويه وتركيز. التدريب بيقول لي طلبت شركه هونداي للسيارات تصميم بوستر خارجي للاعلان عن احدى السيارات على ان يكون حجمه 800 سنتي في 600 سنتي مع مراعاه البيانات التاليه في التصميم. يبقى اقدر اغير الحجم زي ما احنا هنعرف مع بعض. طيب عايز يعمل ايه في التصميم؟ عايز اضيف صوره مناسبه للاعلان عندي، عايز استخدم لوجو للشركه، عايز اضيف اسم الموديل السياره اللي هعمل لها الاعلان، عايز اكتب عنوان موقع الشركه ومديني الموقع. تعالوا نشوف مع بعض واحده واحده بعمل التصميم ده ازاي. هضيف الصوره اهو من فايل واوبن او على طول كنترول او، وهختار المكان اللوكيشن اللي انا هضيف فيه الصوره، وليكن عندي الجزء اللي هو هضيف الاول الخلفيه، وليكن هختار الخلفيه دي اللي هضيف عليها الاعلان او البوستر، اتضافت معايا بالمنظر ده. طيب الصوره الخلفيه دي عايز اضيف لها صوره ثانيه، هضغط من فايل واختار بليس، وهختار الصوره اللي انا عايز اضيفها على الخلفيه اللي انا عايز اعمل عليه البوستر، واختار صوره مناسبه للعربيه اللي انا عايز اعمل لها اعلان وليكن الصوره دي، هضغط عليها دبل كليك شمال، اتضافت معايا في الصوره. طيب اقدر اتحكم في حجم الصوره عن طريق زي ما قلنا النقط اللي موجوده في الابعاد دي اهو، ولو مش موجوده بضغط كنترول وتي عشان اظهرها، واتحكم واحركها بالموف تول اهو، هخليها مناسبه للصوره، وبعد كده هضغط صح عشان يطبق التعديل. طيب بعد ما ضفت الخلفيه وضفت صوره العربيه نركز مع بعض واحده واحده اهو. هضغط على أداة التي عشان أكتب النص اللي أنا عايزه، وهسحب بكليك شمال وهكتب وليكن موديل السيارة، وهختار أهو اللون الخط من هنا اللون الأبيض، وهكتب الموديل اللي أنا عايزه في التصميم، وبعد كده أقدر أضغط دبل كليك ضغطتين أو أضغط كنترول وإيه عشان أحدد النص، وأضغط صح عشان يطبق التأثير. اضغط على V عشان اجيب اداة الموف تول او اجيبها من الادوات، وبرضو اضغط كنترول وتي عشان اكبر، ممكن اكبر الحجم بتاع النص عندي زي ما احنا شايفين عشان يناسب الصورة، واقدر اسحبه اهو. طيب هو طالع فوق الصورة، انا عايز اخليه النص ده يبقى تحت الصورة بتاع العربية، هسحب اللاير بتاع النص اهو واجيبها تحت الصورة بتاع العربية، بدلت الاماكن هنلاقي النص ظهر كأنه طالع من وراء العربية. طيب بعد كده كل حاجة ظاهرة في لاير قدامي اهو، هضغط على اللاير اللي فيها النص واعمل له تأثير، هضغط دبل كليك شمال هعمل له التأثيرات الموجودة عندي اهي، هعمل له وليكن شادو، هضيف له تدريج او تدرج لوني عندي، وهضغط اوكي ظهر بالمنظر اللي انا شايفه ده. طيب اقدر اضيف لوجو هنا برضو ببساطة جدا، لو انا عندي لوجو جاهز اقدر اضيفه من فايل بليس، او انا هصممه بعد كده واضيفه برده مفيش مشاكل، وهختار المكان اللي فيه اللوجو وليكن الملف اللي فيه لوجوهات اهو، وليكن اللوجو ده هضغط عليه دبل كليك شمال اضاف معايا اهو، طبعا الحجم كبير هقدر اصغره زي ما انا عارف اهو من النقط، واسحب لو مش متساوي معايا الابعاد بضغط على شيفت زي ما قلنا من الكيبورد واسحب واصغر الحجم يبقى مناسب معايا في الديزاين.
وليكن خليته بالحجم ده، هسحب واكبر شويه واخليه في مكان مناسب للتصميم، وبعد كده هضغط على صح عشان يطبق معايا التصميم. طيب ايه تاني ناقص؟ ناقص اضيف الموقع تحت وباقي البيانات. هضغط على التي، اداه الكتابه، وهسحب كده في الجزء اللي تحت وهكتب الموقع، وليكن الموقع اللي مدهوني في التمرين، واقدر اغير زي ما قلنا، اكبر حجم الخط واصغره واغير نوع الخط واغير اللون، وهسحب من هنا عشان اكبر شويه المساحه اللي هكتب فيها اهو، هضغط كذا ضغطه عشان احدد النص كله، واخلي حجم الخط صغير شويه يناسب التصميم، وليكن هخليه 24، واخير نوع الخط، اخلي نوع الخط مناسب شويه. عندي انواع خطوط افتراضيه موجوده مع البرنامج، واقدر انزل زي ما قلنا من على النت في خطوط موجوده، وليكن هخليه حجم 18، وبعد كده هضغط على صح عشان يطبق التصميم. زي ما احنا شايفين الموقع اهو، هجيب اداه الموف تول من الفي من الكيبورد او من الادوات اللي على الشمال، وهسحب واخليها وليكن في منتصف الصوره من الاسفل تحت. زي ما احنا شايفين التصميم طلع بالشكل اللي احنا شايفينه اهو، تصميم خدش مني وقت، بس اهم حاجة ان انا قدرت اطلع تصميم كويس موجود معايا. طيب من فايل هقول له سيف از عشان احفظ الديزاين، وبعد كده هختار لو ما كملتش التصميم وعايز اكمله بعد كده هحفظه بصيغة البي اس دي زي ما احنا متعلمنا، او هحفظه بصيغة الجي بي جي كصورة واحدة مع بعض، وبعد كده هختار اللوكيشن اللي عايز احفظ فيه وليكن على الديسكتوب، وهسمي اسم الملف بأي اسم عندي وليكن ديزاين 1، وبعد كده هختار الفورمات تحت اهو التنسيق بتاعه زي ما قلنا جي بي جي، وهقول له سيف اتحفظ معايا، هقول له اوكي، هختار الكواليتي بتاع الصورة، اقدر اكبرها واصغرها كده. انا ضفت ببساطه الصوره اهي موجوده على الديسكتوب، هضغط عليها دبل كليك شمال، هلاقي الصوره ظهرت معايا بالتصميم اللي انا عملته ببساطه جدا، تصميم احترافي ما خدش مني اي مجهود، بس اهم حاجه ان انا اقدر اصمم التصميم واحده واحده زي ما قلنا، وقلنا بحط كل حاجه في لاير، وبعد ما ضفت اللايرات اقدر ادمجها مع بعض زي ما خدنا المره اللي فاتت، بضغط على كنترول وشيفت وحرف الاي من الكيبورد، بيدمج لي الطبقات مع بعض، واقدر اسيفها عشان نشوف ازاي اقدر اعمل تصميم او بوستر عشان اعرضه على السوشيال ميديا او على اي مطبوعات. يا ريت نكون فهمنا الجزئيه دي، تعالوا نشوف مع بعض التدريب اللي بعده. التدريب اللي بعده بيقول لي قم بعمل تصميم دعائي لاحد محلات صنع القهوه للعرض على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف بعمل البوستر اللي قدامي ده ازاي، بعمل تصميم زي اللي انا شايفه قدامي ده يطلع بالشكل الاحترافي ده، واحده واحده هناخد مع بعض ازاي بصممه. يا ريت نركز مع بعض في الفيديو لانه فيه شغل شويه. طيب هبدا بالاول بتصميم فايل جديد او فايل ونيو او كنترول ان، وبعد كده هختار العرض وليكن 1080 والارتفاع او الطول 1080 بكسل، وهسميه بالاسم اللي عايزه واقول له اوكي. كده اتعمل معايا اللي هي الورك سبيس اللي هشتغل عليها. طيب بعد كده هختار الاداه اللي هي ريكتانجل تول، هرسم واختار اللون اللي هنا، اتاكد ان انا واقف على اللون، هضغط على اللون البني، وبعد كده هسحب عشان ارسم الاداه اهو، رسمت الريكتانجل عندي اهو على المساحة العمل اللي انا عملتها. طيب بعد كده قدام الباك جراوند اهي، هسحبها واحذفها على السله تحت، بعد كده هضغط على الريكتانجل، وبعد كده هضغط على اف اكس وهختار الجريدينت اوفرلاي، هضغط عليها جاب لي المربع الحواري اللي قدامي ده، هختار منه الجريدينت التدرج اللوني، هختار اضغط على السهم واضغط على الاداه اللي هي دي، ظهر لي التدرج زي ما احنا شايفين. طيب هفضل اعدل فيه لغايه ما يظهر معايا بالشكل اللي انا عايزه، هختار من الستايل هنا، هختار الراديال اهو،
وبعد كده هخلي الانجل عندي هخليها صفر اهو، اقدر اتحكم فيها. وبعد كده اقدر هضغط على الفيرس هنا، هضغط عليها عشان يعكس لي زي ما احنا شايفين. وبعد كده اقدر اخلي الاوباسيتي التعبئه بتاعتها اقلل او ازود، وليكن هخليها كده، والسكيل هخليها زي ما هي، وهضغط اوكي. ظهر لي الخلفيه اللي انا هشتغل عليها بالمنظر اللي قدامي ده، فيها نوع من التدرج او الجريدينت اهو. بعد كده هجيب الخلفيه دي او الجزء المرسوم ده هضيفه على الصوره. طب هضيفه على الصوره ازاي؟ هضغط على الموف تول وهسحب واقف على الصوره وهسيب ايدي على الماوس، اتضافت فوق اللون اللي او الباك جراوند اللي انا عملته. طب عايز اخليه وكانه شفاف كده او مش ظاهر قوي، هختار اوفرلاي، هضغط على الاداه دي واختار اوفرلاي. زي ما انتم شايفين هخلي الاوبستي بتاعه وليكن هخليها اقللها شويه، بضغط عليها واسحب ناحيه الشمال عشان تقلل او اليمين عشان ازود، هخليها وليكن 28%. زي ما احنا شايفين اداله تاثير شكله احلى شويه. بعد كده عايز اضيف ايه؟ احنا دلوقتي عملنا الخلفيه بتاع الصوره وضيناها اللون والتدرج اللوني، وبعد كده ضفنا صوره عليها التاثير اللي احنا شفناه. طيب هجيب بعد كده الصوره اللي انا عايز اقصها، نركز مع بعض عشان الاداه اللي احنا هنشتغل بيها دي مهمه جدا وهتحتاج تركيز مننا. طيب الاداه اللي هي اسمها اداه البين تول واختصارها البي من الكيبورد. نركز مع بعض عشان عايز اقص الفنجان ده من الصوره. هقصه ازاي؟ باداه المحترفين اللي هي البين تول. هضغط اول ضغطه هنا وليكن، وهضغط هنا واسحب زي ما احنا شايفين عشان يعمل الانحناء ده، وهضغط الت واضغط على النقطه دي، وهضغط على النقطه دي بكليك شمال، وبعد ما اضغط اسحب، وبعد كده اسيب ايدي من على الماوس وهضغط الت واضغط هنا. يا ريت نركز مع بعض اهو، واسحب. طيب لو غلطت في جزء معين هنا، الجزء ده مثلا ما ظبطش معايا، هضغط ببساطه كنترول وزد، ارجع خطوه لورا واضغط تاني اهو واسحب، وبعد كده هضغط الت واضغط على النقطه دي تاني واضغط واسحب، وهكذا اهو مع بعض. الاداه دي انا بسميها زي ما قلنا اداه المحترفين. ليه اداه المحترفين؟ لان مش اي حد يقدر يشتغل بيها من اول مره، بس طبعا انا لو قصيت بيها اكتر من مره هلاقي ايدي اشتغلت عليها ببساطه وبقت اسهل معايا ومبقتش معقده زي ما احنا متصورين. هسحب مع بعض اهو واحده واحده، اضغط واسحب، وهضغط الت على النقطه اللي انا وقفت عندها، وتاني اضغط بكليك شمال واسحب، وهضغط الت واسيب. اتاكد ان انا بقص الحواف، بحدد الحواف بالظبط عشان تطلع الصوره معايا متناسقه ومفيش حاجه تكون زياده او حاجه ناقصه من الصوره اللي انا عايز اقصها. هتحتاج تركيز شويه اهو، وهضغط الت واضغط على النقطه، وهكذا هكمل اهو، هكمل في باقي الصوره، وهضغط الت على النقطه برضو واحده واحده. احنا خدنا المره اللي فاتت اكتر من اداه للتحديد، هقدر ارجع برضو لو غلطت كنترول زد، خدنا اكتر من اداه من التحديد، قلنا الاداه اللي هي الدايره او الاداه اللي هي الريكتانجل، بس الاداه دي ما كانش ينفع نشرحها من اول مره لان هي كانت محتاجه شويه تقدم في البرنامج اهو زي ما احنا شايفين مع بعض. هقدر ببساطه، طبعا الاداه بتاخد اسرع كل مره ببقى اسرع في التحديد، وهضغط على النقطه اللي بدات منها، وبعد كده هعمل ايه؟ طب في جزء هنا انا هسيبه؟ لا، لازم اقصه برده معاه، هضغط عليه واحدده برده اهو واسحب، هضغط الت، وبعد كده هضغط ضغطه هنا الاول، وبعد كده اسحب واضغط تاني على النقطه الت واسحب زي ما خدنا مع بعض اهو، وهضغط هنا نقطه، وبعد كده هضغط على النقطه دي واسحب. يبقى انا كده حددت الجزء اللي انا عايزه من الصوره. طيب بعد كده هضغط ايه؟ هضغط كليك يمين واعمل ميكس سلكشن ماشي، لو انا عايز اعمل تحديد تاني ماشي، وبعد كده هضغط كنترول وانتر من الكيبورد، وهضغط اداه التحديد اللي هي فوق عندي اهو، واضغط كليك يمين واخلي اعمل لها فيذر. طيب الفيذر ده بيخلي الحواف يعني ناعمه شويه، واخليها 2 وهضغط اوكي. قدرت ان انا احدد الجزء اللي انا عايز اقصه من الصوره. تمام، بعد كده تعالوا نشوف مع بعض
هعمل ايه؟ هضغط اهو كنترول وحرف الجي عشان يعمل لي الجزء اللي انا قصيته ده في لير لوحده، وبعد كده اقدر اسحبه بالماوس بكليك شمال واسحب واضيفه على التصميم اللي انا كنت عامله، الخلفيه اللي انا كنت عاملها من شويه، اتضاف معايا زي ما احنا شايفين في الديزاين. هقدر اتحكم فيه بالكنترول تي، اقدر اصغر حجم الصوره اللي انا قاصصها واكبرها براحتي واضغط على صح عشان يطبق التعديل، وهخليها في منتصف الصوره زي ما احنا شايفين. بعد كده اهي اتضافت في لير لوحده، هضغط عليها واضغط على اف اكس وهختار كفر كلر اوفرلاي. طيب قبل ما اضغط على هنا لازم اعمل نسخه من اللاير دي اهو كنترول جي، وبعد كده هسحب اخلي اللاير دي لتحت، خليها تحتيها، وبعد كده هضغط اف اكس واختار الكلر اوفرلاي تاني اهو، وبعد كده هختار اللون هخليه وليكن اللون الاسود هنا اهو، وهضغط اوكي وبعد كده اوكي تاني عشان يطبق زي ما احنا شايفين. عمل لي في الصوره اهو جزء او زي حدود بسيطه كده. هضغط من فلتر واقول له بلور واختار جاجيان بلور اهو، وهخليها على وليكن هخليها 25 زي ما احنا شايفين، وهقول له اوكي. خلاها زي كانها مجسمه كده، اداها لون او تاثير جمالي شويه في الصوره. طيب بعد كده كل دي تأثيرات بضيفها على التصميم عندي، هضغط على الأداة اللي هي أداة الكتابة اللي هي التي، وبعد كده هسحب هنا وليكن هعمل لوجو. اللوجو هنا مش صورة، لوجو خليه لوجو سريع نص، أقدر لو عندي لوجو مصممه صورة أقدر أضيفه زي ما خدنا من شوية، وليكن هسميه بالاسم أهو اسم الكافيه أهو، وبعد كده هحدده بكنترول إيه أو أضغط عليه كذا ضغطة شمال، وهختار النوع الخط ده. في انواع خطوط كتيره جدا زي ما احنا عارفين، وهخلي حجم الخط وليكن 40 وهقول له صح عشان يطبق التصميم. هختار الموف تول واحرك الجزء اللي انا ضفته، اتاكد ان انا واقف على اللاير اهو اللي فيها النص اللي انا ضفته. طيب اضغط عليه ضغطتين شمال وهعمل له تاثير بقى زي ما احنا شايفين ستايل، هعمل له دروب شادو بقى شكله احسن شويه. عايز اضيف بقى هنا فوق النص، وليكن هضيف نص تاني بقى، هضغط على الاداة تي وهسحب بكليك شمال وهكتب النص وليكن اهو عندي choose your، وبعد كده همسح الجزء ده وهخلي الجزء ده لوحده وهكبر حجم الخط واخليه وليكن 70 وهضغط على صح اتضاف معايا بالمنظر ده. هختار الموف تول واحركه شويه هخليه هنا، وبعد كده هكتب الجزء الثاني من النص، هضغط على اداه النص تاني وهكتب كافي اهو، بس دي بقى هكبرها شويه لان العنصر ده انا عايز اميزه عن باقي التصميم، فهكبره واخليه لوحده واضيف له تاثيرات زي ما احنا هناخد دلوقتي. هخلي حجم الخط بتاعه وليكن نخليه 150 و اقدر وليكن نخليه ماشي 200 واضغط على صح واقدر اتحكم فيه تاني اهو من اللاير هنا واضغط عليه دبل كليك واكبر شويه عشان يظهر معايا واسحب واضغط على علامه الصح. هجيب الموف تول واحركه بقى اخليه وليكن هنا كده شويه مناسب. طيب هو ظاهر ورا الصوره بتاع المك ليه؟ لان انا ضايف الطبقه دي بعديه اهو زي ما احنا شايفين، واقدر اتحكم في الاماكن بتاع النصوص لان انا حاطط كل حاجه على طبقه لوحديها زي ما انتم شايفين اهو. هضغط على كافي كلمه كافي دبل كليك شمال واعمل لها دروب شادو، ظهرت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، اتغير في التعديل بتاعه، واقول له اوكي عمل لي التصميم. احنا بناخد مع بعض التصميم واحده واحده اهو ببساطه وخطوه خطوه. طيب بعد كده هجيب الاداه اللي هي اضغط عليها كليك يمين واختار الراوندد، هرسم مربع مدور شويه او حافه منحنيه اهو، وهغير اللون بتاعه من اداه من الالوان زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت، واختار اللون اللي يكون لون اغمق شويه عشان يناسب التصميم.
وهضغط على الفل وهقول له خلي اللون اغمق شويه معايا وهقول له اوكي. طيب بعد كده عايزين نضيف بقى النص جوه المربع اللي انا ضفته ده، وليكن هقول له هضيف النص جوه، هقول له وليكن هكتب اهو، هخلي هصغر حجم الخط شويه عشان يناسب الحجم الاداه اللي انا راسمها، وليكن نخليه 60، وهضغط على اداه الالوان اللي عندي موجوده واختار اللون ده عشان افتح شويه ويظهر معايا في النص، وهكتب هنا اهو، هضغط على اداه الموف تول وكتبت اوردر ناو وليكن او اطلب الان، وهغير واضغط عليها وبالاسهم اقدر احركها يمين وشمال اخليها مناسبه للجزء اللي انا رسمته. طيب بعد كده تعالوا نشوف مع بعض اهو الاداه دي اللي انا رسمتها، اضغط عليها دبل كليك واعمل لها تاثير، هخليها اعمل لها دروب شادو اهي، اضاف لها تاثير بسيط عندي واقول له اوكي. كل حاجه بضيفها على العنصر او على التصميم طالما بيخلي التصميم شكله احلى بضيفه واقدر اعدل فيه براحتي. بعد كده هخليها فوق شويه واخلي المكان بتاعها مناسب شويه اهو، على حسب ما انا عيني هي اللي هتشوف التصميم. وبعد كده زي ما احنا شايفين اقدر اغير حجم الخط برضو لو لقيته مش مناسب شويه زي ما احنا شايفين عملنا الديزاين. طيب بعد كده نضيف بقى الموقع والبيانات بتاع اللي انا عايز اعملها الاعلان، هضغط على اداه التي واكتب وليكن الموقع اللي انا عايز اضيفه اهو معايا ببساطه، وبعد كده اقدر اتحكم في حجم الخط زي ما قلنا ونوعه وهكذا من هنا، وليكن حجم الخط ده نوع الخط اهو، اغير لغايه ما الاقي الخط المناسب، وليكن نوع الخط ده واخلي حجم الخط خليه معقول شويه 30، وبعد كده هضغط على صح اهو موافق عشان يطبق معايا الديزاين. طيب اقدر اضيف له برده حاجه لو عايز، بضغط عليه دبل كليك زي ما احنا متعودين واضيف له اي تاثير من التاثيرات اللي احنا خدناها، هيديها شكل اكيد اجمل. طيب عايز اضيف مثلا رقم تحت، بضغط برضو بالاداه اداه الكتابه وهكتب الرقم اللي انا عايزه للتصميم، اي بيانات اقدر اضيفها جوه التصميم ببساطه زي ما احنا متعلمين مع بعض، واقدر اجيب الموف تول واخليه في منتصف هنا يبقى مناسب شويه العرض. بعد كده اقدر اعمل ايه تاني، برضو اقدر اعمل له تاثير دروب شادو وهقول له اوكي. عملنا الديزاين اهو زي ما احنا شايفين واحده واحده مع بعض، طلع لي الشكل النهائي زي ما احنا قلنا في بدايه التدريب، شكل زي ما احنا شايفين هو احترافي ونقدر اكيد نعمل احسن منه بكتير، بس يا ريت اي حاجه ناخدها مع بعض نطبقها مع بعض او في البيت، وبعد كده اي سؤال تقدروا تسالوني ان شاء الله واجاوبكم عليه. تعالوا نشوف مع بعض التمرين اللي هناخده بعد كده. التمرين اللي بعده، قم بكتابه نص واجعله مجسما. تعالوا نشوف ازاي بكتب نص واخليه مجسم. من فايل وهضيف نيو، وبعد كده هكتب اسم الديزاين او الملف اللي هعمله وهقول له اوكي، وبعد كده هجيب اداه الكتابه وهضغط عليها كليك يمين واختار الاداه الاولانيه عندي اهو، وهكتب النص، هضغط واسحب وهكتب وليكن التعليم التجاري والفندقي وهحدده وهضغط صح ماشي تمام. وبعد كده اضاف معايا فلاير لوحده اهو، الباك جراوند فلاير والنص فلاير لوحده. طيب اضغط عليه او احدده بكنترول ايه، وبعد كده اكبر او اصغر حجم الخط بالجزء اللي هيناسبني وليكن هخليه 48، واللون اقدر اغيره من هنا واعمل له الاين من هنا محاذاه زي ما احنا خدنا، وهنا اخليه شارب او غيره، واغير نوع الخط زي ما احنا متعودين تمام، وليكن نوع الخط ده، وهقدر اسحب عشان اخليها كلها على سطر واحد من الابعاد اللي هنا عندي،
وهضغط صح وحرك الديزاين من الموف تول وهضغط عليها اهو وهخلي الجزء في النص شوية. وبعد كده طيب عايز اضيف له بقى عنصر اخليه مجسم، هاجي من اللاير قائمة لاير وهختار ريسترايز اهو واضغط منها تايب، وبعد كده هضغط على ايديت، وبعد كده هقول له فري ترانسفورم او كنترول وتي ميل كيبورد، هضغط عليها وهاجي من الجزء اللي تحت ده النقطة اللي تحت على اليمين واسحب وليكن كده وهضغط عليها كليك يمين من عند النقطة اللي تحت وهختار برستكسف اهو هضغط عليها. طيب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لو سحبت من اي نقطة اهو، زي ما احنا شفنا النص بقى شكله مجسم، هضغط على صح بقى ليه ابعاد شوية موجود معايا زي ما احنا شفنا ازاي بعمل له تأثير. طيب بعد كده زي ما احنا شفنا كل حاجة متضافة في لير لوحده، اقدر ادمجهم مع بعض بكنترول وشيفت وإي، دمجت الطبقات في طبقة واحدة عندي معايا. طيب بعد كده عايز اعمل تكرار لصورة، بعمل التكرار ده ازاي؟ اهو بضغط على فايل ونيو واوكي، هضيف صورة وليكن فايل بليس اهو، ضفت الصورة مثلا الصورة دي عايز اعمل لها تكرار، هسحب كده واصغر الابعاد بتاعتها، وزي ما قلنا لو مش موجودة بضغط كنترول تي من الكيبورد واصغر اهو، صغرتها شوية واضغط على صح، اقدر اتحكم فيها زي ما احنا شايفين بالموف تول، وهضغط على الت واسحب عشان يكرر لي الصورة، والت واسحب تاني عشان يكرر الصورة، وهكذا لغاية ما يبقى معايا في الابعاد بتاع الصورة اهو واحدة واحدة، بسحب بضغط الت واسحب بكليك شمال، الت واسحب بكليك شمال، الت واسحب بكليك شمال، والت واسحب بكليك شمال لغاية ما املى الديزاين معايا زي ما احنا شايفين، بضغط على الصورة واضغط الت من الكيبورد واسحب زي ما احنا شايفين معايا. طيب بكده حلقتنا تكون خلصت، للأسف حلقتنا عدت بسرعة، ان شاء الله هنستكمل حلقات القادمة بإذن الله. اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة من حلقتنا، يا ريت اهم حاجة زي ما قلت وبأكد تاني وتالت، اي حاجة بناخدها مع بعض نطبقها على الجهاز عشان نقدر نثبت المعلومة، وبإذن الله هتبقوا أشطر من كده بكتير، وبإذن الله هنستكمل حلقتنا الحلقة القادمة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.